وينضم الينا من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. محي صباح الخير. من خلال متابعه الوضع في اقليم تيجري وفي تطور ميداني لافت للوضع عسكريا، قوات الاقليم تسقط طائره للجيش الاثيوبي، هل لدى القوات في اقليم تيجري كل هذه الامكانيات للتعامل في هذا القتال مع الجيش الاثيوبي؟ صباح الخير محمود. البيان الذي صدر من سلطة إقليم تيجري في وقت متأخر من مساء أمس وتم توزيعه بلغة التيجرينجا المحلية تحدث عن أنهم أسقطوا طائرة حربية كانت تحاول تدمير أهداف في مدينة مجلي الاستراتيجية والتاريخية في الإقليم بواسطة الدفاعات الأرضية. محمود، هذا الحادث طبعا حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الفيدرالي حول هذه المزاعم التي أعلنها إقليم تيجري، ولكن الإمكانات العسكرية والقتالية في إقليم تيجري ربما تعتبر هي الأكبر في كل الأقاليم الفيدرالية الإثيوبية. نحو 50% من الترسانة العسكرية للجيش الفيدرالي الإثيوبي هي توجد في القطاع الشمالي للجيش الفيدرالي الإثيوبي ومقرها مدينة مكلي في إقليم التيجري. هذه القوة عقيدتها القتالية هي مبنية على قومية التيجري، الدفاع عن حقوق التيجري في المنطقة، وهذه المنطقة محمود كانت تمثل خط المواجهة خلال 16 عاما من الحرب الإثيوبية الأريترية، وبالتالي هذه الضربات العسكرية يعني الكبيرة التي يشنها الجيش الإثيوبي تبدو حسب تقارير كثير من المراقبين محاولة جادة من أبي أحمد لتدمير هذه الترسانة حتى لا تستخدمها قوات التيجري التي تمردت على الجيش الفيدرالي. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل الغد من الخرطوم، شكرا لك.